بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج المطعم. عندنا النهاردة هنقدم التشيكن توكابي، النهاردة هنقدمها مع بعض مع شوربة البطاطس، وعندنا البانكيك برضو عاملينه الميني الصغير، وهنقدمه مع الشوكولاتة ودلع كده وفاكهة، عاملينه اللي هو مش الكبير، الصغير بيبقى في صنعته أسهل شوية من أنت تعمليه الكبير. إن شاء الله يعجبكم جدا. هستنى طبعا أي أسئلة أو أي استفسارات، حاجة بتسعدنا جدا على أرقام التليفونات اللي بتظهر قدامكم، 1710 من أي تليفون محمول، 09910 من أي رقم أرضي. طيب خلينا ناخد عندنا المقادير. أنا هتبل بس الفراخ الأول، تمام؟ هو الفكرة أنت بتجيبي الفراخ اللي هي المسحب، يعني أنت بتجيبيها عدي بتاع الفراخ اللي عندك وقولي لو سمحت أنا عايزة إيه فرخة تكون كيلو 100، وهو بيسحبها لك من العظم عشان ما تتعبيش نفسك، لان اصلا انت تخلي الحاجه، في ناس طبعا بتحب اللي هي تخلي الحاجه، مفيش مشكله، ده محتاج سكينه معينه عشان تقدري انت تخلي العظم عشان تطلع بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وبتكوني غاسله الفراخ الاول قبل ما تبداي اللي انت ايه تخليها. طيب لو جات لي مخليه من عند الفراخ، بتجيبيه شويه ليمون مع ملح وتندي كده الملح بشويه الليمون، ونبدا ان احنا ننقع فيها الفراخ بتاعتنا، بعد كده بنشطفها ونبدا ان احنا نتبلها. طيب دي نص فرخه، ووزن الفرخه ديت في العموم بالعظم بتاعها كان كيلو و100، بلاش نكتر عن كده عشان تطلع شكلها مظبوط كده، شكلها زي الحماميه كده. طيب تعالوا ناخد اول حاجه التتبيله بتاعتنا اللي هنبدا نشتغل فيها دلوقتي للفراخ. بجيب بقى اول حاجة، ونروح واخدين عندنا المية البصل. عايزة تاخدي مية بصل كتير، بتحط عليه معلقة ملح صغيرة وتسيبيها شوية تاخدي مية بصل محترمة، يعني دي بصلاية بس. طيب بعد كده عندنا بشرة طماطماية، عندنا شوية من البهارات. يا يوسف ازيك؟ الو الو، ازيك يا يوسف؟ يا عم يوسف الحمد لله، اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، وطي التلفزيون يا يوسف عشان تعرف تسمعني كويس. ماشي، قول لي يا حبيبي، امرني. عاوز طريقه كريب، الكريب الحاد. حاضر يا حبيبي من عينيا، شكرا يا يوسف، مع السلامه حبيبي. هنا الملح، وبعد كده هنا ايه شويه فلفل اسمر، والخلطه ديت كلها ايه مع بعضها كده. وبعد كده نقوم واخدين عندنا التتبيله ديت، حطينا كده على الفراخ كده من فوق، ونسيب البشر ده ايه شويه كده حلوين. يا مدام نجوى. ايوه، ازيك يا مدام نجوى؟ ازيك يا شيف محمد؟ عامله ايه يا ست الكل؟ ملناش حظ والله يا مدام نجوى، حاولي تتصلي بينا تاني، مع السلامة. هحاول تتصلي بينا تاني، معلش عشان الخط فصل من عند حضرتك. تمام كده، بس بلاش نحط التتبيلة على الجلد نفسه، سيبي التتبيلة تبقى جوه نفسها الفراخ كده قدام حضرتك، ونقوم سايبينها كده ركنينها جانبا، ونسيبها شوية حوالي دقيقتين، حوالي ساعتين اتنين في التلاجة. بعد كده بنقوم مطلعينها ونبدا ان احنا نعمل لها الحشوه بتاعتنا. طيب خلينا بقى نشوف عندنا الحشوه ازاي هنقدر ان احنا نشتغل فيها. اول حاجه بجيب عندي حله على النار، واجيب عندي معلقه، والمقادير نزلت قدام حضراتكم. عباره عن ايه؟ انا طبعا يعني الاثنين دول او الفرخه نفسها بتتقسم اتنين، الاتنين دول كل واحدة بتاخد نص كوباية رز، فأنا عندي كوباية من الرز البلدي اهي. طيب عندي أول حاجة، أنا بس محتاج حلة أصغر بصراحة، لأن الحلة دي كبيرة قوي، فأنا هجيب أهي. أهي خلاص، تمام يا جماعة، تمام أهي بالظبط كده. يا أم محمد ازيك؟ أم محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام محمد؟ الو ام محمد ازيك؟
ايه الاخبار كيف؟ الحمد لله بخير. من اسوان. اهلا اهلا، احسن ناس واطيب ناس. لو سمحت سيب، كنت عايز اسال على طريقه الدونات. كنت عامله مشروع وبس عايز الطريقه مظبوطه يعني. ايوه، انت كنت عامله مشروع وبيعبي مني زيت، مش عارفه ليه، بس يا ريت ترد عليا بعد ال. حاضر، من عنايه الاثنين. طيب، هو مبدئيا بيعبي منك زيت، ده اما الزيت درجه حرارته مش مظبوطه، وده بنسبه 90%. لازم درجه حراره الزيت تبقى، ما تبقاش سخنه جدا وما تبقاش هاديه جدا، فاهمه ازاي؟ يبقى درجه حراره الزيت متوسطه. تاني حاجه، لازم يبقى متخمر صح، لان لو مش متخمر صح هيشرب منك زيت. فالعوامل ديت تتابعيها وتخلي بالك منها، وخصوصا درجه حراره الزيت. طيب، تاني حاجه واهم حاجه، الزيت لازم يبقى كتير وما يبقاش فوق، بيبقى في طاسة تكون دائرية، تمام، لها شفة كده عالية، وتحط فيها الزيت، هيطلع معاك إن شاء الله مظبوط. فحاول إن شاء الله أنت تعمليه بالراحة خالص، ونفذ الخطوات، وشوف الفيديو اللي احنا عملناه، وإن شاء الله هيعجبك جدا جدا، ما فيهوش أي مشكلة. يبقى الزيت لازم يكون على أقل خالص في نص الطاسة، ما يبقاش فوق يا جماعة، لازم يبقى في طاسة، وده الأفضل، لان الوك ما بيوزعش درجه حراره الزيت زي الطاسه اللي تبقى موجوده فيها الزيت. تاني حاجه، لازم يبقى متخمر مظبوط، درجه حراره الزيت ما تبقاش سخنه قوي، يعني ما يطلعش دخان او بخار او وفي نفس الوقت الخطوه الثانيه اللي هو ما يبقاش بارد برضه، لان الكلام ده بيخليه يشرب زيت. طيب، تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه. بس مستني الزيت او الطاسه تسخن، احط لها شويه زيت صغيرين. ناخد الاستاذ محمد معانا. شفنا الجميل، ازيك يا استاذ محمد؟ الو الو، ازيك يا شفنا؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ والله انا مبسوط بحضرتك جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ محمد، ده من ذوقك. الله يخليك يا رب، ومعجب باكلتك جدا جدا. ربنا يحفظك يا فندم، اشكرك، كلك ذوق. الله يكرمك يا شفنا الجميل. والله الله يخليك يا فندم، الله يخليك، تسلم. والله انا كنت نفسي ابقى شيء زي حضرتك كده، يعني جزء من حضرتك. ربنا يحفظك، ده شرف لينا والله. لا ده شرف لينا احنا والله. ربنا يحفظك، تسلم يا غالي، تسلم. تسلم على اكلاتك الجميله والله. حضرتك بتخش مطبخ ولا بتخش اصلا؟ والله بخش بعمل يعني سلطات حلو كده، كتر خير الدنيا. لا والله حلو يعني، زي الفل ما شاء الله. يعني في المطبخ يعني، هو السلطات وحشه؟ ده السلطات فيها صنعه على فكره. طبعا انا معجبين بدي، يعني ماسك السكينه بالظبط في المطبخ وكده. بالظبط يعني. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. اشكرك يا استاذ محمد، محتاج بصلايا ابو كريم بعد اذنك. طيب خلاص، طب هقول لكم على حاجه، انا هركن الزيت ده شويه، يعني بعدت شويه كده عن النار، وناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدا نحضر الحشوه اللي احنا هنبدا نشتغل بيها للتشيكن تو كابي. بعد الفاصل نواصل باذن الله. رجعنا تاني بعد الفاصل، بنعمل دلوقتي زي ما اتفقنا، الفراخ جبناها واتخلت تماما، وسيبنا الجزء بس اللي عند الورك الصغير ده، وبعد كده الفرخه بقت على 2 كيلو و100، بلاش نجيب الفراخ الكبيره، نسحبها او نشيل العظم منها. بعد كده بنعمل لها التتبيله اللي هي ميه البصل وميه الطماطم وشويه بهارات وشويه ملح وفلفل، وبحط لها شويه فلفل كده زياده كده من فوق، وبنبدا ندهن بيها الفراخ كده من جوه، تمام، من ناحيه الحشو اللي انا هبدا احشي بيها. طيب، في تتبيلات تانية ممكن، طبعا ينفع، ممكن بس تحطي بهارات فراخ وشويه ملح وفلفل، ممكن تحط شويه كاري مع شويه زعتر مع شويه ملح وفلفل. التتبيلات ممكن تتعمل ناشفه، وممكن تتعمل زي ما قلت لك اللي هي الحاجات اللي هي الطازه، ولكن انا كمحمد بحب ان انا اشتغل التتبيلات الفراخ بالذات، بحب اشتغل ميه البصل وميه الطماطم. في بقى مدارس ثانيه تقول لك لا اعملها بهارات، لان البهارات ديت بتساعد
لما تحطي بهارات ناشفه بتساعد على اللف يطلع محكوم قوي. دي ممكن اللي هي ايه تزحلق الرز شويه، خليه يجي كده شويه، فاهمه ازاي؟ ما بيبقاش محكوم زي البهارات الناشفه. انت حضرتك شوف انت عايزه ايه واعمليه. وكده كده احنا بنلفه بفويل وستريتش فبيبقى محكوم كويس جدا. طيب المقادير بقى عباره عن ايه بقى؟ عندي الحشوه ننزلها تاني، عندي بصلايه مفرومه، عندي كوبايه من الرز البلدي، عندي فلفل اخضر مفروم رومي، عندي بسله وجزر، شويه بابريكا، عندي شويه من البهارات الفراخ، وبعد كده عندي شويه من الحبهان البودر واللي قدام حضراتكم ده، وشويه ملح وفلفل، والشوربه مرق اللي انا هنبدا نسقي بيها الكلام ده كله. طيب نروح عندي اول حاجه ناخد عندي البصل، ونروح عندي حل موجود عندي على النار واشوح عندي البصل. بعد كده بقوم حاط عندي على البصلايه بعد ما دبلت معايا كده، بنقوم حاطين لها شويه الايه البهارات اللطاف دول، شويه من بهارات الفراخ، بابريكا، بعد كده عندنا شويه من الحبهان البودر، وده بيدي طعم حلو قوي، مش كتير، حاجات بسيطه جدا. ونقلب البصل، التوابل بقى بنحطها في البصل دي بتلون الرز حلو قوي، غير لما بحطها بضيف الرز، وفي نفس الوقت بتدي الطعم الحلو لانها بتتحمص كمان مع البصلايه، فبتدي طعم حلو جدا جدا للحشو نفسها. طيب بعد كده بقوم واخد عندي الفلفل الاخضر الرومي ضايفينه مع البسله والجزر، نص كوبايه كده من البسله والجزر، ونقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها. طيب بعد كده يبقى عندي ايه؟ عندي شويه من الفلفل الاسمر، ناخد شويه فلفل، وعندنا شويه الملح كده، ناقص لها اخر حاجه ايه؟ الرز. بص اللون عامل ازاي اهو. طيب ناخد كوبايه الرز البلدي، نقوم حاطينه هنا، او الرز المصري، وبس يعني لما اجي احط الميه بقى بلاش احط الميه كتير، انا مش بختم الرز ده اللي انا هاكله، لا ده للحشو، فبسويه نص سوا، فمحتاج يبقى مسمغ معايا، فبضيف له حوالي قد ايه؟ بص لاحظي معايا، بس كفايه ومش اكتر من كده، بلاش نحط طبعا لو كده هضيف ده ايه ضعف الكميه شويه، لكن انا مش هضيف له اكتر من كده من الميه او الشوربه اللي احنا حطيناها. ونسيبه عندي على نار هاديه بقى، نهدي عليه النار لحد ما يبدا اللي هو يتشرب، نخلي الشوربه ديت للايه؟ لشوربه البطاطس. طيب يلا نبدا دلوقتي في شوربه البطاطس، ونشوف هنعملها ازاي على ما الحشوه ديت تبدا اللي هي تتشرب معايا، وبعد كده نبدا نحشيها لايه؟ للفراخ بتاعتنا. طيب شوربه البطاطس ديت عالميه بصراحه، بصراحه يعني من احلى الشرب، انا عملتها امبارح من كتر حب فيها لما عملتها على الصفحه، قلت لازم اعملها النهارده والله، لان فعلا طعمها مش طبيعي. التكنيك بتاعها حلو قوي على فكره كمان، مش كل حاجه بتتحط على بعضها وخلاص، لا ده احنا بنسوي المشروم لوحده، وبعد كده بنبدا نشيله، بعد كده بنبدا نضيف بقيه المكونات ونضربها بهاند بلندر عندي او بخلاط، وبعد كده بنبدا نضيف لها الكريمه، فموضوعها حلو قوي. عباره عن ايه؟ نص كيلو من البطاطس المكعبات، بصلايه مفرومه، 2 فص ثوم مفروم، 3 عود من الكرفس، يعني عود كفايه، يعني 3 عود كتير قوي، فهنحط عود كفايه بس هنفرمه، كرات بلدي، عندي جزره مفرومه، نص كوب من المشروم، عندي كوبايه من كريمه الطهي، وعندي كوبايه من المرق، وشويه ملح وفلفل. نكتب المقادير كده على ما اشوف الغطا بتاع الحله ونغطي. طيب اول حاجه بناخد عندنا المشروم ده اهوت، واقطعه عندي مكعبات، ممكن والله برضو بالايد تبقى بيبقى حلو جدا. بصي ماشي من غير سكينه ومن غير اي حاجه، خلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجه، ساعات السكينه لو استخدمتها غلط بتفقد القيمه الغذائيه بتاعت الخضار نفسه، لانها بتطلع الميه اللي موجوده في الخضار، فممكن نستخدم المشروم نقطعه كده بايدينا عادي جدا اهو، وخصوصا لو السكينه بارده عادي جدا ولا هيقول اي حاجة على فكرة خالص.
اهو انا المشروم ما بغسلوش بالمناسبه، انا باخد المشروم بصراحه الطازه بمنديل، لان لو اتغسل بالظبط كده بيجلد معايا وما يبقاش حلو وبيشرب الميه لانه اسفنجي. طيب ناخد الاستاذه رحمه. صباح الخير يا ابو انس، ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك، تسلم ايديك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. على فكرة الكابوتشا زي ما انت بتقول بالظبط، الكابوتشا واي حاجة خضرة واللي في ايدك المشروم ما يتعملش بالسكينة فعلا. بالظبط اهو، بص بايديا يعني أفضل. الكابوتشا تقطعوها يا جماعة بايديكم عشان خاطر برضو تستفيدوا بيها اكتر. برافو عليك، برافو عليك يا استاذ رحمة، ربنا يحفظك. يخليك، انت هتاخدني امتى اطلع معاك بقى عشان اسلم عليك؟ انت تنور الدنيا والله. من الاخر يعني. ده انت تنور الدنيا إيه؟ الحمد لله، تسلم ايديك. عايز اقول لك على حاجه والنبي يا شيخ محمد. الشيف حسن بقاله فتره مش باين، ما تعرفش اي حاجه عنه؟ الشيف حسن ان شاء الله قريبا جدا جدا هيطلع على الام بي سي مصر، قريب جدا بامر الله. شكرا لحضرتك يا مدام رحمه، شكرا لحضرتك. طيب هنا خلاص خدناها، عرفت طبعا الشيف حسن استاذنا وحبيبنا ومعلمنا، الناس كتير بتسال عليه، ف نقول هو فين ان شاء الله، يعني ربنا يكرم ان شاء الله ويصلح حاله. طيب هنا واخد عندي المشروم بعد ما قطعته كده مكعبات بايديا، نبدا نجيب ايه بقى، ناخده كده ونروح عندي حله لسه ما حطيتلهاش اي حاجه، وبقوم حاطط عندي مكعب زبده. واشوح المشروم ده كويس جدا الاول مع معلقتين اتنين من الزبده. ركزي بقى معايا بقى وشوف احنا هنعمل الايه الشوربه دي ازاي، فاهمه ازاي اهو. وبعد كده اقوم واخد عندي ايه فصين اتنين توم كده، بس حاجه كده ايه لا تسكر كده من التوم يدي الطعم الحلو، واشوح بيه المشروم بتاعنا ده. طيب لو هنخزن المشروم بقى، عشان في ناس ساعات بتبقى عندها كميه، كنا بنخزنه ازاي؟ بص حضرتك، كنا بنشوحه بزيت زيتون، نقطع المشروم شرايح، وبعد كده بنقوم جايبين زيت زيتون ووك او حله كبيره ونبدا نشوح فيه المشروم بس، ولا نحط ملح ولا اي حاجه لحد ما يدبل، نقوم واخدينه ومبردينه ونبدا نحط في اكياس على حسب بقى الكميه اللي انت محتاجاها. احنا كنا مثلا كنت بحط 100 جرام، انت كفي البيت هتحط ربع مثلا، ربع كيلو ولا حاجه، وتقفليه بالكيس كويس جدا وتحطيه في الفريزر عندك، وقت ما تعوزي تستخدميه يطلع زي ما هو ما فيهوش اي مشكله. المشروم اهو بيدبل معايا. وهنا الرز يا استاذ حمدي اهو، بص بقى ده المطلوب اثباته، بص عامل ازاي يا باشا اهو. نبدا ناخد الرز الجامد ده بقى ونروح فين عندي على طبق، نقوم فردينه عشان يبرد معايا واحنا بنلف. بسم الله الرحمن الرحيم، نفرد وكده ونوزع. ونقوم سايبينه كده جنب الايه جنب الباشا ديت لحد ما يبدا اللي هو يبرد، وبعد كده نبدا نلف بيه الفراخ بتاعتنا. طيب هنا المشروم خلاص حد يقول انت ازاي شغال بحاجه معدن بتقلب بيها؟ ده استانلس، الحله اللي انا شغال بيها ديت اللي هي الاسلامبوش، فما فيش مشكله فيها خالص. معدن مع معدن ما فيش مشكله فيه، لكن ما ينفعش اشتغل بحاجه معدن في حاجه تيفال، ده حاجه مش صح. ناخد عندنا بقى المشروم ده هو، ونقوم رايحين فين حاطينه في طبق هنا يا استاذة رضوى. الو الو، ازيك يا استاذة رضوى؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، انت عامل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رضوى، الحمد لله تمام. تسلم ايدك، ربنا يخليكي. امريني يا استاذة رضوى. عايزه حاجه تسلم عليك بس. ربنا يخليك، تسلمي يا استاذه رضوى، كل سنه وانت طيبه، وسلامي للاسره واللي عندك كلهم. هنا البصل بقى
نبدا نفرمه فرم ناعم. ونفرم يا سعاده الباشا البصل فرم ناعم. واحنا بنكلم الحاجه فوزيه، ازاي حضرتك؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا اهلا وسهلا، منور الشاشه ومنور مصر كلها. انت اللي منوره الدنيا والله. ربنا يديك الصحه يا رب ويخلي لك اولادك. اللهم امين. اللهم امين يا ست الكل، تسلمي. انا عايز اعمل اهداء لحفيدي. طبعا ربنا يخلي ويبارك. ربنا يبارك لك يا رب. اتفضلي. هو بكره عيد ميلاده. ما شاء الله. علي محمد فؤاد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويخلي، ربنا ينجحه يا رب ويخليه لينا هو واخواته يا رب. ما شاء الله، اللهم امين يا رب. اللهم ربنا امين. ربنا يخلي عمر وعمار يا رب. اللهم امين ويخليهم لك ويبارك فيهم ويجعلهم الذريه الصالحه ويجعلهم دايما بارين بيك يا ست الكل. هنا شويه كرفس عود اهو مع كرات، تمام؟ نفرم، يلا بينا نفرم الاثنين دول مع بعض، ونقوم واخدين الباشا دول ونقوم رايحين فين؟ عندي على البصلايه اللي احنا حطيناها في الحله. الله عليك يا استاذ حمدي. قدامك اهي، تمام؟ بعد ما شوحناها كويس. طيب بعد كده بنقوم واخدين عندنا الجزرايه، نقوم حاطينها ميه مفرومه كده اهوت، حطينا هنا، ونقوم حاطين عندنا مكعب مرق خضار. ده كفايه بس ليه شويه الخضار اللي حطيناهم دول، الكرات والكرفس مع الجزرايه والبصلايه، واخده خلي بالك من طعم المشروم برضو، لان الحله كنا بنشوح فيها المشروم، فواخده الريحه الحلوه لحته الزبده اللي باقيه منها. طيب اخر حاجه بنبدا نجيب ايه بقى؟ اجيب عندي البطاطس نصفيها من الميه، يعني اتنين كده تلاتة كده حلوين، نصفيهم من المية ونبدأ نحطهم فين؟ على الخضار اللي عندنا ده. يا مدام سهام. صباح صباح الخير يا شيخ محمد. يا صباح العسل. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. بقول لك ايه يا شيخ محمد؟ اتفضلي. اما يكون 750 دقيقة ياخدوا قد ايه السمنة؟ ياخدوا قد ايه دقيق للبيتفور؟ سمنه للبيتيفور؟ اه ما بعملوش انا بسمنه، مش بعمله بسمنه خالص، بزبده. بزبده اه. 750 جرام زبده ياخدوا قد ايه دقيق وقد ايه سكر بالكوبايه؟ طيب خلينا في كيلو زبده عشان اقول لك المقادير مظبوطه. الكيلو زبده بياخدوا 400 جرام من السكر البودر، بياخدوا 5 عدد بيض، بياخدوا باكو من الفانيليا، بياخدوا كيلو 250 جرام من الدقيق بس. ده المقادير المظبوطة المعتمدة اللي ما فيهاش أي حاجة وعملناها قدامكم أكتر من مرة. يبقى كيلو زبدة 400 جرام من السكر البودر، يكون منخول ما يبقاش في رطوبة، ده أهم حاجة، والدقيق برضه تنخليه وما فيهوش بيكنج باودر ولا أي حاجة. الزبدة تضرب مع السكر، وبعد كده البيض بينزل مع الفانيليا، وبعد كده آخر حاجة الدقيق. ويا ريت الدقيق الكيلو 250 جرام يبقى الخاص بالكحك والبسكوت، عشان ما يبقاش فيه عرق كبير يعني. بس يطلع معاك شويه بتفور محترمين. البطاطس خلاص. طيب نبدا نحط لها ايه بقى؟ نحط لها الشوربه او الميه بتاعتنا. طبعا لو عندك شويه شوربه فراخ ولا حاجه ممكن، لو عندك شوربه لحمه جدا مفيش اي مشكله خالص، لكن احنا ممكن نحط مكعب مرق وخلاص، وتحط الميه السخنه ونقوم حاطينها كده اهو، تقوم سايبينها بقى ايه تغلي مع نفسها لحد ما تبدا ليها تستوي. امال المشروم امتى والكريمه؟ لسه شويه مش دلوقتي يعني. المشروم والكريمه كده بنقوم سايبينه دلوقتي كده اهو، ما بنضيفهمش اصلا دلوقتي خالص. بعد ما بنضربها بنحط المشروم والكريمه. طيب هنا بقى نخش بقى على الايه، على الباشا الحلو ده بقى. ادي الاسترتش بتاعنا وادي الفويل. اجيب اول حاجه قطعه فويل، نقوم فاتحينها كده، والاسترتش بتاعنا نقوم حاطينه من هنا كده برضو. بص الاسترتش فين والفويل فين، ادي اول واحده. نعمل تاني واحده،
اهي من ام اردين الثانيه. بعد كده بنقوم واخدين عندنا الاثنين دول جنب بعض كده ونبدا ايه نشتغل الشغل الجامد بقى. نقوم واخدين دي اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم حاطينها هنا كده، وناخد عندنا الحشو بقى استاذ حمدي اللي احنا مبردينه قدام حضرتك كده اهوت ومتسمغ كده وحاجه حلوه قوي. يا مدام حنان ازيك؟ صباح الفل يا استاذ محمد. ازاي حضرتك يا مدام حنان؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ربنا يخليك ويسلم ايديك على اللي انت بتعمله. والله ربنا يخليك لينا يا ست الكل، والله تسلم وقفتك وتسلم ايديك، وربنا يخلي لك والدتك اللي بتدعي لك ومحبب فيك ومحببه فيك امك لا اله الا الله. ربنا يخليك يا ست الكل، تسلمي لي. الست اللي ربت الشيخ محمد ابو انس الغالي المسكر اللي باهرنا على الشاشه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده منوره باتصالك والله. ربنا يخلي مامتك ويخلي ولادك ويخلي اخواتك ويجعلك بارر بيهم يا رب. ربنا يخليك يا ست الكل، اشكرك يا ست الكل، تسلمي، تسلمي يا مدام حنان. بص اللفه بقى ازاي، شكرا لحضرتك. بص اللفه ازاي عشان تطلع ايه متظبطه، ونكبس كده بقى. بص اهي كده، ايه رايك في رز طلع من الجنبين؟ ولا الهوا، ولا الهوا، مش حاجه هتطلع، ولا فضل الله ولا اي حاجه. نقوم واخدينها كده حطينا بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، ونبدا ناخد الفويل كده ونكبس بقى، نكبسها كويس جدا اهو كده، اهو كده كده، ونقوم لافين، وبعد كده نقوم ضاغطين ضغطه كده حلوه ونكبس لجوه، وهكذا نفس الكلام كده. بص بقى نمسك من الاثنين اهو، دي قصاد دي، عشان يطلع بشكل الاسطواني اللي قدام حضرتك ديت. يا جوزيف ازيك؟ سلام. الو استاذ جوزيف ازيك؟ ايوه اهلا بيك، اهلا بيك شيف محمد. اهلا ازيك؟ زي حضرتك، الله يسلمك، تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها لنا حلوه. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله، احنا اتعلمنا منك حاجات كتير صدقني. ربنا يخليك، ده من ذوقك، اتعلمنا منك حاجات كتير صدقني. تسلم ايدك. اشكرك يا فندم، ده من ذوقك والله. انا عايز اعمل تهنئه لحفيدي. طبعا اتفضل يا فندم. وحفيدي يوسف عنده 4 سنين، ما شاء الله، عيد ميلاده النهارده. كل سنه هو طيب. وانت طيب. كل سنه هو طيب، ربنا يخليه لك. انا مبسوط اني كلمت حضرتك يا فندم، ده سعاده لينا والله. الله يخليك. شكرا يا استاذ جوزيف، وسلامي للاسره اللي عندك كلها يا فندم، وكل سنه وانت طيب تاني يا يوسف. بص بقى ازاي كده، بص ازاي كده اهو كده، ونكبس يا سعاده الباشا كده، ونقوم ضاغطين عليها لوحدها كده. طيب قلنا بقى ليه ما حطناش التتبيله من هنا؟ ما هنا عشان اعرف اتحكم في الفراخ وانا بلفها، لان لو انا حطيت التتبيله هنا هاجي الف هتلاقي ايه مش هعرف اتحكم فيها كويس، فعشان كده تتبيله بس من جوه اهي، ونلف. النقطة المهمة إن الفراخ لازم تكون متصحبة صح، لأن حضرتك لو مش متصحبة صح ومتجرحة بقى وطالع عينيها، هنيجي بقى إيه هتضرب مننا ومش هتطلع لنا اللي إحنا محتاجينه خالص. أهو. نكبس كده. أهو نكبس. قدام حضرتك سهلة والله قوي، سهلة قوي. هي الفكرة، الفكرة مش في حاجة، هي الفكرة اللي يسحب لك الفراخ بس كده. يلا بينا كده. بص بقى الاتنين قصاد بعض، دي ضغطة هنا ودي ضغطة هنا كده، ونضغط عشان نعملها بالشكل الاسطواني اللي قدام حضرتك دي، ويبقى الاتنين كده جاهزين. نروح عندي على المية السخنة ام كريم اهي، خدت الحاجه. لا ام كريم، يلا ادي المايه السخنه، مكعب مرق، ممكن نحط فيها مكعب مرق، ممكن نحط فيها بصلايه وحبهان ورق لورا. ممكن حبهان، ممكن بصله، حبهان، ورق اللي هو البوكي جوردين، ممكن نحطه برده معاها ونسلق عادي. ممكن مكعبين مرق، عادي مفيش مشكله برده، يدي الطعم المحترم اللي احنا محتاجينه.
بعد كده نقوم واخدين عندنا الاثنين الحلوين دول. السلام كرافس فرنساوي على راي استاذه نور. فنجيب يا باشا اهو اهو يلا يلا كرافس ده احلى حاجه في الدنيا اصلا في السلق. ناخد الاثنين دول يا باشا كده ونقوم حاطينهم هنا في الميه ونسيبهم يتسلقوا. هيقعدوا قد ايه مثلا؟ هيفضلوا مثلا حوالي تلت ساعه. النار ما تبقاش عاليه قوي، النار تبقى متوسطه، ونبدا نهد عليها لحد ما تبدا اللي هي ايه تستوي معايا. بعد ما تستوي نبدا اللي احنا نفكها ونبدا نحط عليها زبده وصلصه وندخلها الفرن لحد ما تبدا تتحمر. نبص على البطاطس هنا ونشوف ايه الاخبار. تمام يلا فاصل ونواصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي عندنا اللي تشيكن توكابي بتاعتنا الجميله قدام حضرتك اهيت، بدات اللي هي ايه تستوي معايا. وبعد ما تستوي نبدا نشيل عندنا بقى، نشيلها من الفويل بس لما تبرد الاول وتهدى، مش وهي سخنه نقوم مقطعينها على طول، لا تهدى شويه بعد ما تطلع من الشوربه، نستنى شويه لحد ما توقع بالشكل الجمالي اللي قدام حضرتك ده، حاجه كده تاكلي صابعك وراها. طيب نعمل ايه بقى؟ ندهن. ندهن بايه؟ بجيب عندي على الكازرولة كده صغيره، نقوم حاطين عندنا معلقه زبده ونسيح الزبده كويس جدا، وشوربه البطاطس برده شغاله معايا فل الفل. شويه زعتر صغيرين قوي، ادي شويه الزعتر، وادهن او يعني اسيح الزبده كويس جدا مع الزعتر. تمام جدا، طلع لي الروائح الجميله قوي اللي انا بشمها ديت. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الزعتر، هو اصلا بيتحمص مع الزبده كده على في الكازرول، حاجه حلوه قوي في الاول قبل ما تحط الصلصه. وبعد كده نقوم حاطين عندنا هي معلقه صغيره من الصلصه الطماطم، ونقوم جايبين عندنا الفرشه ونقفل ونفصل، ونقوم شايلين عندنا الكلام ده ونبدا نحط هنا شوية ملح صغيرين عشان نظبط المعادلة بتاعت الطعم على الصلصة. ونبدأ ندهن يا باشا. بص الكلام بالجامد بقى اهو، العزومات ديت حوار حوار في العزومات. ناس ساعات ايه تحتار تعمل ايه، ولا نشتغل ايه، ولا نعمل حمام ايه. اعمل طريقه الفراخ ديت سهله قوي، سهله بجد يعني، مش ما فيهاش الصنعه اللي تخليكي تبقى خايفه وانت شغاله فيها خالص. ناخد بقى الكلام ده كله ونروح فين؟ عندي على الفرن تحت الشوايه لحد ما تبدا اللي هي تتحمر معايا، وبعد كده بنطلعها ونقدمها بالهنا والشفا. تمام نقفل ونروح فين؟ باصين كده، ناخد بصه كده ونشوف البطاطس وصلت لحد فين. لما تيجي تشتغلي في الحله، انا بتكلم على البنات اللي لسه داخله المطبخ، ما بتكلمش على الستات القدام، الغطا بيبقى فيه بخار كتير جدا، فبنغلط الغلطه اللي احنا بنقوم شايلين الغطا ونقوم شايلينه كده، فاهمه ازاي؟ ده اللي بيحصل صح، فبيوقع ميه على البوتاجاز والدنيا بتبوظ. ده طبيعي وده الصح اللي انت حضرتك بتعمليه، ان انت اول ما تشيل البخار لو بقالها كتير الحله بتغلي، فبتبقى مجمعه هنا في الغطا ايه بخار ميه، فبنشيلها كده الاول يعني بالظبط ثانيتين، وبعد تعملي كده وبعد كده تقومي شايلاها ونبدا ان احنا نكمل الشغل. انا بتكلم بس عشان ايه النظافه العامه اللي عندكم في البيت تحافظوا عليها. نبص هنا على البطاطس، ده كمان استوت تماما ايه حلو جدا. طيب
هو احنا عندنا مشترك لهنا للهاند بلندر ولا لا نودي هناك؟ تعال 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 يا خال. مفيش دقيق ومفيش اي حاجه خالص، هو كده وبس. البطاطس النشا اللي موجوده في البطاطس هي اللي عامله الكثافه اللي موجوده في الصوص نفسه او في الشوربه، اسف. وايه اللي هيتقل كمان الحوار ده؟ شويه الكريمه اللي احنا هنحطهم هيتقلوا معانا الموضوع جدا. مايل كده ايه؟ واخد الموت. شوية شوربة في الجون أمانة. طيب نعمل إيه؟ سيب يا عم بقى خلاص مش عايزك. نقوم واخدينها تاني ورجعينا فين على النار تاني أهيت قدام حضراتكم، ونجيب لوش كده ونبص على الكثافة نفسها اللي أنا بتكلم فيها، وبعد كده نقوم حاطينها شوية من الكريمة الطهي، وأول غلوة بنبدأ اللي احنا نرفعها بالظبط كده عشان الكريمة ما تفقدش الطعم بتاعها. غلوة كده بسيطة جدا، وبص بقى القوام بتاعها عامل ازاي. بقولك مش محتاجة أي حاجة خالص، ربط نهائي، هي كده زي الفل. المشروم بيتحط امتى بقى؟ بيتحط بعد الغلوة، يعني واحنا بنشيلها، لأن أصلا هو استوى معايا، واحنا بنشيلها واحنا بنقدمها بنقوم حاطين عندنا المشروم فيها، فبتطلع طعم محترم جدا. شوربة بطاطس اهيت قدام حضراتكم إن شاء الله تعجبكم جدا. ممكن نعمل ايه؟ نهدي عليها النار عشان بصراحه ممكن انساها وازعل قوي لو حصل لها حاجه. طيب تعالوا نعمل عندنا البانكيك ونشوف. اول حاجه هنشتغل فيها نعمل المرنج الاول. البيض هفصله 3 عدد بيض. بص انا هاخد الخطوات واحده واحده وبعد كده انزل المقادير، فاهمه ازاي؟ فاول حاجه بولتين 2 جنب بعض. البولتين دول واحده احط فيها بياض البيض بالراحة خالص، والتانية نحط فيها الصفار هنا. واحدة نحط فيها ادي قدام حضراتكم البياض، والتانية نحط فيها هنا الصفار. قلنا عشان نفصل يبقى لازم البيض يتحط فين؟ في التلاجة كده اهو اهو. ولازم البيض يفضل ان انت تغسلي البيض قبل ما تستخدميه، يفضل طبعا. طيب ناخد عندنا المرنج اول حاجه، نقوم واخدين عندنا السكر وننزل السكر واحده كده. بنقوم رافعين عندنا يعني بص حاجه لا تذكر من الملح اهي، حاجه بسيطه جدا. بس هجيب عندي حله صغيره او طاسه صغيره وابدا ان انا اخد فيها الزبده اسيحها عندي على النار، والمرنج شغال معايا اهو. ونعمل البياض لوحده ليه والصفار لوحده ليه في البانكيك عشان تطلع معايا هشه وما تبقاش مكتومه. انا مش بعمل قطايف، القطايف حاجه والبانكيك حاجه ثانيه، القطايف موضوع تاني خالص. البانكيك لازم يتعمل صح، فبيتعمل بالمرنج الاول لوحده قدام حضرتك، وبعد كده بيبدا نركب عندنا صفار البيض مع بقيه المكونات اللي موجوده عندنا. تمام جدا.
نفس بنفس مضرب السلك من غير ما نغسل ولا حاجه، نبدا نحط هنا صفار البيض ونضرب عليه كويس جدا. ولكن بعد ما سيح عندي الزبده نحطها فين؟ ممكن نحطها هنا نسيحها. صفار البيض مع شويه فانيليا صغيرين، هنا الدقيق مع البيكنج باودر قدام حضرتك اهو، بنضيفهم مع بعض. بعد ما ضربنا بقى صفار البيض كويس جدا قدام حضراتكم، نبدا ننزل بالزبده. الزبده ننزل بيها واحده واحده عشان تطلع القوام مظبوط. يلا بينا. بعد كده يا سعاده الباشا بنبدا نحط عندنا الدقيق والبيكنج باودر مع بعض، ادي بالشكل بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ونقوم جايبين عندنا رشه ملح بسيطه، وبعد كده ننزل بالحليب اللي قدام حضراتكم اهوت واحده واحده. اللي هو نص كوبايه، تمام؟ حاجة تعمليها على الفطار حبها قوي المظبوط جدا. نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الحاجة الجميلة ديت الصفار البيض ده، ونحطينه فين؟ على المرنج بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، تمام؟ السلام يا حمدي. يلا يا استاذ، وتعالوا ناخد عندنا الحمام بتاعنا قدام حضراتكم. حمام ايه؟ الفراخ. هو شبه الحمام بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لون زي ما قال الكتاب. خلاص اهوت قدام حضراتكم نطلعها، ونبدا ان احنا ايه نسيبها شويه، وبعد كده نبدا نقطعها ونقدمها بالهنا والشفا. طيب واحنا بنقلب بقى، بصوا طريقه التقليب بتاعه البانكيك مهمه جدا جدا. بص كده عشان الهواء فعلا ما يخرجش، لان كل اللي انا بعمله ده اصلا عشان ادخل فيها هواء على قد ما اقدر. فبص بعمل ايه، واحده واحده فوق لتحت بسباتولا كده معايا تكون سيليكون اللي قدامك ديت اهي. بص عمل ازاي ما شاء الله. واحنا بنقلب كده ناخد ام محمود معانا. ازاي حضرتك؟ اهلا، صباح الفل يا استاذ صباح العسل. شوف محمد ازاي حضرتك؟ السوسكي فين يا ربي يخليك. الحمد لله، زي حضرتك. ازيك يا ست الكل؟ يا ربي يخليك وكلكم بخير ان شاء الله. يا ربي يحفظك. كله تمام الحمد لله، ويسلم ايديك يا رب على اللي بتعمله. ويخليك لينا يا ست الكل. يا ربي يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ محمد، عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. انا كنت عامله ليمون اللي هو السريع ده معصفر واستوى والكلام ده وايه وخلص. حلو. فجيت فشريتها تاني وعملته، سلقته ونقعته في ميه 3 ايام والكلام ده. ممكن احطه في الميه اللي هي موجوده ولا ما ينفعش؟ الميه اللي هي مخليني فيها قبل اللي كده اللي انت مخليني فيها ما فيهاش اي مشكله خالص. مالها؟ ما فيهاش اي مشكله خالص، تقدري تعملي كده طبعا. جميله وفيها عصفر وكرفس طبعا وفلفل. طبعا ينفع طبعا، ما فيهاش اي مشكله والله. حطه يعني عادي؟ جدا ما فيهوش اي مشكله، وخليني فيه عادي مره واثنين وثلاثه. شكرا لحضرتك جدا. بص المشروم اهو نبدا نضيفه على الشوربه بتاعتنا. الله الله، ونقلب. بص بقى شويه شوربه بقى ايه، حاجه محترمه جد، قوام طعم ان شاء الله نستمتع بيها جدا. الطاسه بقى نجيبها قدام حضراتكم اهيت، نقوم حاطينها هنا الطاسه الشيك دي،
معلقه زيت صغيره عشان احنا هنشتغل فيها البانكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاسه تبقى متوسطه ما تبقاش سخنه قوي، سخنه قوي هتحرق لك كل حاجه، لكن طاسه تبقى متوسطه افضل حاجه للبانكيك. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندنا نعمل ايه؟ ماشي، بجيب عندي الاسكوز الجميل ده هوت ونبدا واحده واحده كده ايه عشان الخليط ما يطلعش بره. لو عندك قمع طبعا تقدري تعملي بيه، لكن الواحد ساعات بيخش ايه بقى بنخش تحدي اللي الحاجه ديت ما تقعش بره من غير قمع ومن غير اي حاجه، تبقى عندي مع النفس بس بنكابر بس. تمام كده، هجيب عندي المناديل نمسح وبعد كده نقوم قافلين، ونكون فاتحين الفتحه بتاعتها اللي فوق ديت تكون كبيره شويه، ونبدا نروح فين عندي على الايه الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل يمين الصغير ليه بعمل في النص بقى؟ عشان اصلا العين اللي موجوده هي مش جايبه الطاسه كلها، فمش هحط حاجه على الحروف بصراحه عشان اللون دي كله يطلع مقاس واحد بس يبقى زي بعضه. اوكي ماشي، بس سيبها بقى على نار متوسطه كده البان كيك بتاعنا الميني الصغير، وبعد كده نجيب عندنا معلقه سيليكون صغيره. ماشي قطايف اصل الكنترول بيقول ما تقول قطايف وخلاص، انت في ايه؟ لا مش قطايف القطايف اول حاجه ما بتتقلبش، خلينا نقول بقى نشوف الموضوع ده بقى، القطايف غير ده حاجه وده حاجه، القطايف على فكره هو من مشتقات البانكيك، ولكن القطايف ما تتقلبش، تاخد وش واحد وتطلع لانها لسه بتنزل الزيت، البانكيك لا، البانكيك بيتقلب على الوشين الاثنين، ده اول حاجه. القطايف ما بتحطش فيها بيض، البانكيك بيتحط فيها بيض. تاني حاجه المرنج لوحده والصفار البيض بيتضرب لوحده، التكنيك بتاعها اصلا الضرب مختلف تماما، فاهمين ازاي؟ فمختلفه خالص بصراحه. بص بتبدا تطلع ازاي، يلا سلام. عايز اقلب لك واحده بس قبل ما اخد فاصل، تعالوا ندلع كده المسائل واوريكم الفراخ. لا الفراخ كده اقطعها لكم كده واوريها لكم من جوه عامله ازاي. اين الترنش بتاعنا اهو، فين؟ تعالى يا استاذ. ناخد البش الحلو ده، نص الكلام، لا الكلام كبير خلي بالك بقى، اصحى للكلام اهو. الرزايه ايه مستويه ايه والفراخ مستويه ايه واخده اللون المظبوط، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا. والشوربه برده جاهزه، عايز اقلب واحده بس قبل ما اطلع اهي. هذا هو المطلوب اثباته، الله يخليك اهو. نقدر خالص اهو، وبرده قطايف، خلاص يا عم قطايف اهي. نبدا بقى ايه، ناخد فاصل ان شاء الله. انا حبيت بس اوريكم واحده قبل ما اطلع تنفش كده وتبقى جميله، تحط عليها الشوكولاته بقى ولسه في موز وحوارات كده نقطعها لها ونروق لها الدنيا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل.
ورجعنا تاني بعد الفاصل. متعه متعه البانكيك بامانه والله، انا طعمه مش طبيعي. قاعد عمال ايه انقنق فيه كده وانا شغال. دي اطباق جديده، اطباق راكل جديده قدام حضراتكم. بصوا كده عامل ازاي بالتكالات الجديده. بالمناسبه بس التكالات ديت ما بتروحش منها او الاشات اللي بتبقى موجوده على الطبق ما بتروحش نهائي، لانها معموله من حاجات طبيعيه وما فيش حاجه كيميائيه داخله فيها خالص. فبالمناسبه بصراحه عاملين شويه حاجات حلوه قوي قوي، يعني ده من ضمن من اشيك الاطباق اللي انا بشتغل فيها اللي قدام حضراتكم ده. طبق مربع عملي جدا جدا، والطقم بيبقى كامل متكامل من عندهم. تقدري تحصلي عليه عند على الطريق صفحه برايتز هاوس التجاريه، صفحتهم على الفيسبوك، وعندهم جوائز ان شاء الله لاخر الشهر مقدمه من عندهم برضو، اربع جوائز كبار جدا جدا جدا. طيب هنا بقى الاخبار، هنا خدت لون عشان النار كانت عاليه، مفيش مشكله بقى عادي النار كانت عاليه بس يعني هتتاكل بس هي اخضر لون شويه، حاجه بسيطه كنا معلين النار شويه. تعال بقى نشوف الدلع بقى. هجيب عندي شوكولاته، اصحى بقى للكلام وكله على المظبوط يا باشا اهو. ادي اول حاجه البان كيك بتاعنا اللي هو اللي موجود بالشوكولاته، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الكيوي والموز. واحد هيقول لي احلى حاجه تقدم بيه البان كيك ايه؟ العسل الابيض طبعا، بقت عسل ابيض تظبط معاه الاداء قوي. هنا بقى الدلع بقى كله بقى، النصحه بقى ايه للموضوع هنا بقى، لان الموضوع هنا كبير. موز، استاذ عبير ازيك؟ الو، ايوه السلام عليكم. ازيك يا استاذ عبير؟ ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله بخير يا فندم. الحمد لله طبعا، يعني تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها حقيقي والله العظيم. ربنا يخليك يا فندم، خلينا محتاجين اي حاجه. ربنا يخليك. وسلامنا للوالده وللمدام والولاد وكل حاجه. انا بقى عندي سؤال وعندي عتاب، ممكن؟ يا طبعا اتفضلي. العتاب قبل السؤال. العتاب قبل السؤال. طيب انا طلبت من حضرتك من اسبوعين عرق التريبيانكو، قلت لحضرتك الولاد عندي مش عايزينه لحمه بارده، وحضرتك خليه معايا لبكره. ده من اسبوعين بقى، شفت حضرتك؟ لا انا اسف، حقك عليا. ولا قلت لي الطريقه ولا عملتها لي. حقك عليا. حاضر حاضر. لا ولا يهمك، دي والله. حاجه وكنت عايزه بعد اذنك رقم حضرتك، ده ضروري جدا عشان برضو انا عامله مشروع كده من البيت، وكنت عايزه اسال حضرتك في بعض حاجات. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. حاضر، من عينيا الاثنين. هحولك للاستاذه نور دلوقتي ان شاء الله ويديك التليفون. شكرا ليكي جدا. ده بقى الدلع، ده الدلع، ده القنبله. ده القنبله بقى، الموز مع الكيوي مع البان كيك، موضوع تاني خالص. تمام. وده استاذ حمدي كده نسيبه ساده، يعني بلاش ايه كل حاجه تاخد فاكهه وشوكولاته، لا نسيب ده ساده، هو كده زي ما هو كده يتاكل كده بالهنا والشفا. وعايزه بقى حاجه بقى احلى من ده كله، بوله ايس كريم عليها كده من فوق ويتغمس بيها، او صوص كراميل اللي موجود عند حضرتك اشتغلي بيه. اتمنى ان شاء الله. ده خلي بالكم بس ناقص حاجه، اهم حاجه هنا ايه؟ نهار ابيض على الشوربه بقى، حطيناها في البوله بتاعتنا الجميله بتاعت راكب قدام حضرتك اهيت، ومحتفظه بالحره بتاعتها الجميله. الله. والمشروم المتقطع قطع مقطعينه بايدينا، والقوام نفسه اللي حضراتكم شايفينه ده بقى ايه مدلعينها شويه، فمديني الطبق ده ايه واحده خبز كده محمصينه بشويه كزبره مفرومه وزيت زيتون وفص ثوم. فتقدري تقدمي الشوربه كده او كده يا استاذ حمدي، يعني كده او كده، نقدر نقدم الخبز كده او كده او جنب الطبق، مفيش اي مشكله خالص. اتمنى ان شاء الله الحلقه النهارده تنول اعجابكم وتكونوا استفدتوا منها. شويه فراخ النهارده عجب على المظبوط، والبطاطس اللي احنا عملناها شوربه، والبان كيك. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم. السلام عليكم.